إلى ذي قار. أحمد، كيف هو المشهد الآن في ذي قار؟ مساء الخير علي. يعني في ذي قار هناك حالة ترقب شديدة، خصوصا يعني بعد النتائج الملفتة التي حققتها حركة امتداد بحسب ما تسرب أو ما ذكره وكلاءها في محطات الاقتراع، والتي سجلت تقدما ملحوظا لهذه الحركة السياسية الناشئة. الآن هناك ترقب، أنا هنا في قاعة انتظار عرض النتائج، هنا وكلاء الكيانات السياسية الصحفيون. المفوضية هنا في ذي قار أعلنت أنها تنتظر النتائج من بغداد، وربما ستشهد الساعات المقبلة إعلان هذه النتائج. مشهد ذي قار هنا مشهد مترقب، والكل يرغب في معرفة التحول المهم في نتائج الانتخابات التي عكس مشهدا جديدا في تاريخ الانتخابات العراقية بعد عام 2003، وهو صعود ووجود حركة سياسية ناشئة. يعني تشير التقارير والتقديرات إلى أنها بدأت تنافس بشدة. يعني المنافسة هنا بحسب النتائج التي تسربت أن المنافسة شديدة بين حركة امتداد التي رشحت 6 مرشحين، من المرجح أن يفوز 5 منهم، مقابل منافسة مع الكتلة الصدرية التي رشحت 10 مرشحين، وهناك حديث عن فوز من 7 إلى 6 مرشحين. نعم علي.